أهلا بكم إلى هذه القراءة في الأعداد الصادرة اليوم من الصحف الوطنية، وتحت عنوان المغرب سيصبح رائد الطاقات النظيفة في العالم، ذلك ما نقلته جريدة العالم عن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. الجريدة تابعت قولها أن المغرب يمتلك إمكانيات طبيعية هائلة لتوليد الطاقة الشمسية الريحية والهيدروليكية، واتخذ إجراءات مهمة قصد استغلالها. إلى صحيفة الأحداث المغربية التي قالت أن المغرب استطاع أن يتجنب حوالي 3000 وفاة خلال الموجة الوبائية دلتا التي استمرت لأكثر من شهرين ونصف تقريبا، بدءا من شهر يوليوز وإلى غاية منتصف شتنبر الماضيين قبل أن تبدأ المؤشرات في النزول، رغم أن نسبة التلقيح لم تكن تتجاوز آنذاك 30% حسب ما أكده البروفيسور مولاي سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية الاستشارية خلال ندوة نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ختام هذه الجولة بيومية بيان اليوم التي أفادت بأن وزارة الداخلية ذكرت في بلاغ لها أن عملية الترشيح برسم الانتخابات التكميلية والجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر 2021 أسفرت عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح.